السلام عليكم. هنتكلم مع بعض أهم حاجة، أهم وسيلة إزالة الشحن، سرعة شحن الموبايل. فبدل الموبايل اللي يستشحن مثلا في ساعتين مثلا أو 3 ساعات، ياخد شحن ساعة على الأكتر. تحط له روح الكمبيوتر عادي، وتوصلها بشحن موبايل عادي. تجيب سلكين بتوع المروحة وتوصلهم بالطرفين بتوع شاحن الموبايل، وتشتغل كمبرد تحط فوقه الموبايل، او تجيب كولر بتاع اللابتوب عادي. الطريقة ديت هتطول عمر الموبايل، وفي ناس وقت تطول عمر البطارية، وفي ناس وقت تمنع الموبايل من التهنيج لانه ما يسخنش. هجيب لكم فكرة تانية عن جهاز رخيص او محول رخيص موجود في كل الالوان بالسطر القديم اللي هي النيون. ده اسمه ايه؟ محاول خافض للجهد. طب يخفض الجهد ل 20 واط، 40 واط، وفي منه 60 واط. ده تجيب الطرف العلوي بتاع كهرباء، تقص تدخل جزء منه هنا وتخلق المخرج من هنا، ده المدخل بتاع الطرف العلوي، ده المخرج بتاع الطرف العلوي. دول ايه؟ بطرف العلوي طرف ارضي يخش على ايه؟ على السلك بتاع الفيش ايه، راح للجهاز على طول ما يتوصلش بيه. وكده يخفض لك مثلا ايه التيار مثلا ايه من 200 واط لحسب ايه الجهد بتاعه، 20 واط و40 واط والكلام ده. وكده تحمل اجهزة اللي بتسلك فولت قليل او تيار قليل من الارتفاع في التيار الكهربي، وفي نفس الوقت توفر في الفاتورة. وده الأهم.